منتخب مصر بقيادة حسام حسن اختتم استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية ضمن سلسلة فيفا سيريز 2024 خلال فترة الأجندة الدولية لشهر مارس الجاري، وبتقام مباراة مصر وكرواتيا النهاردة الساعة 10 بالليل على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استقبل لاعبي منتخب الساق الواحد في استاد القاهرة، وده خلال استعداد الفراعنة لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. والتقط لاعبو منتخب الساق الواحد صور مع الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر، وفي مقدمتهم مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد مجدي أفشة. منتخب تونس أنهى استعداداته لمباراة نيوزيلندا واللي هتتلعب الساعة 10 النهاردة على ملعب استاد القاهرة الدولي لتحديد المركز الثالث من بطولة كأس عاصمة مصر اللي بتقام حاليا في القاهرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم. شارك فيه مران منتخب تونس ثنائي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المخلوثي، وظهروا في حالة فنية وبدنية عالية جدا قبل المواجهة المرتقبة. كمان المنتخب الأولمبي لكرة القدم اختتم تدريباته استعداداً للقاء المنتخب السعودي في الجولة الختامية لبطولة غرب أسيا الدولية الودية ضمن برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. منتخب مصر للشباب اتعادل أمام تونس بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين في ختام الدورة الودية بالجزائر واللي بتقام في الفترة من 18 لغاية 25 مارس الجاري. أحرز عمر فتحي هدف منتخب مصر في الدقيقة 14 من عمر المباراة. المدرب مارسيلينو غارسيا المدير الفني لنادي الريال الإسباني توج بجائزة أفضل مدرب ببطولة الدوري الإسباني عن شهر مارس الجاري للموسم الحالي، وحصد مارسيلينو المدرب الإسباني 58 عاماً جائزة مدرب الشهر في الليغا متفوقاً على تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد. وكده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة وشازلي. عودة لكم مرة تانية. شكرا لك يا هالة.